السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بالخير وسرور متابعينا غاليين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد، منورين قناتكم. اليوم معنا رام 2019 فئة الريبيل. هذا الفئة تعتبر مثل الرابتر بالفورد F150، يعني خاص للرحلات البرية، كفرات حجرية، وعندك طول العمر والسلامة. التعليق يختلف عن الرام العادي. طبعا صورت لكم انا اغلب فئات الرام 2019 وكلها موجوده بقسم الفيديو، وراح احط لكم الروابط تحت بالوصف. طيب، وبالنسبه لحجم الماكينه فهي 5.7 هيمي 8 سلندر وبقوه 395 حصان والعزم 556 نيوتن. الجير 8 سرعات. الجنط اول شيء خلونا نبدا مع الواجهه الاماميه. الانوار كلها LED. الشبك والواجهة الأمامية تختلف عن الرام العادي، تشوفون شكله جاي كأنه بشكل هجومي أو رياضي، مع فتحات تهوية على الكبوت. حجم الماكينة 5.7. راح افتح لكم الكبوت تشوفونه الحين. وعندك يا طول العمر والسلامة اللي هو المفتاح. وبالنسبة للمفتاح فهذا هو المفتاح، في تشغيل عن بعد، وفي تقدر ترفع الهيدروليك، وتقدر بعد تفتح باب الحوض. ونقول بسم الله. الأنوار LED مع الليد النهاري، مكشفات ضباب، حساسات أمامية، ما شاء الله تبارك الله. هنا عندك يا طول العمر لو تلاحظون جاي بلاستيك اللي هنا موجود، وهذا شكله مع الجنب. طبعا كحجم نفس حجم الرام العادي الغمارتين. لو تلاحظون ما في دواسة جانبية او وطاية لتحت. وهذا عندك الرام بوكس زي النظام الموديلات اللي قبل، تحط فيه اغراض وتحط فيه اشياء جوا. هذه يعني سهل اللي ما يبي يحط الاغراض جوا الحوض. صراحة طريقة حلوة نشوف. وفي غطاء هنا للحوض، بس قبل لا ننتقل هناك خليني بوريكم الجهة هذه. هنا الكفرات جنط 18 بكفرات حجرية من جودير، مقاس الجنط 18، وهذا حجم الكفرات 275 على 70. شوف الدعسة، دعسة حجرية، يعني الموتر خاص ومجهز للبر. تبي شيء حق دلع للديرة في فئات ثانية، واللي يميزه انه فيه هيدروليك، وفي بصمة جهة الراكب، الراكب والسواق، واسم السيارة، مخارج شكمال 2 بلون أسود، الدعامية والصدام الخلفي بلاستيك، ومخارج حقات القلص اللي وراه مع العواكس الموجودة وراه. طبعا اسطبات LED بعد، واسم الفئة ريبيل، مع حساسات خلفية بعد. جميل الموتر ما شاء الله. طبعا يجي كاميرا خلفية. الباب فيه زي مساعد ينزل، وهذه اللي تجيك تقسم الأغراض جوا الحوض، وفي إضاءات داخلية مع الغطاء هنا حق الحوض. عندك إضاءة بحقتها الحوض. أعطونا رأيكم. سكبة الموتر ما شاء الله تبارك الله. وهنا شوفوا جايب اللون الأسود. طيب خلوا أوريكم الحين صرفيته الوقود. يمشيك اللتر يا طول العمر والسلامة 9.3. البنزين 91. وحجم الماكينة 5.7. رام 1005. ترى رافعه بالهيدروليك انا الحين. وعندك دخول ذكي بالبصمه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنا جايك باللون الاحمر، والتخشيب جاي على نفس نكشه الكربون فايبر، بس مو كربون فايبر. والنيكل هنا او الاطار الالمنيوم اللي زي هذا جاي باللون الاحمر. وهنا ازرار تحكم اللي هو بالنوافذ اوتو قفل مركزي. وهنا كرسي كهرباء.
مساحات التخزين هنا، هذا شكله من داخل، وهنا يطول عمر تحكم بالنور ورفع الإضاءة، وهنا جرانط الكهرب، وهذا اللي يقرب اللي هو الدعسة والفرامل، والتحكم بالدركسون هنا يدوي. هذا الشكل الداخلي. خل قبل أن أركب قدام ودي أوريكم الصف الثاني أحسن، وسقف بانوراما باللون الأسود، وتلاحظون المراتب من داخل مخمل، وهنا بالأطراف جلد. قد صورت له كمان أيام حفل تشينو في جدة، بس ما نزلت باليوتيوب، كنت فاتح اللايف حق الانستغرام. وهنا الصف الثاني، جميل اللون صراحة مع التطريزات، جاي شكله رايق. هذا أغراض السيارة كلها، ومساحات التخزين زي الفئات اللي صورتها لكم قبل، كل مكان فيه مساحة تخزين. ما شاء الله تبارك الله، والله ياهو رايق الموتر صراحة، رايق. هاي التكاية بالنص. مراتب جلد، والتطريز جاي باللون الأحمر. وهنا عندك بعد تخشيب مع مخارج المكيف، مع مخارج اليو اس بي الجديدة والقديمة. وهنا عندك مخرج فيش كهرب ثلاثي بقوة 400 واط. اللي ميزه واللي عجبني أكثر شيء بالرام الشكل الجديد الوسع، فيه مساحة كبيرة ما شاء الله. الصف الثاني يعتبر واسع، وبالحين بعد البركة وشغلكم السيارة. طبعا هنا مكتوب فئة السيارة الريبيل، موجود على جهة مرتبة السواق. وهذا الشكل الداخلي قبل لا شغلكم السيارة، طبعا هذا اسم الفئة بعد مكتوب هنا. وهنا ستارت، نقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الشاشة هذه حجمها 7 إنش، نفس طريقة الشاشة اللي شرحتها لكم قبل. فئات الثانية عندك حق المبرد الجير وصرفية الوقود وكمية الشيك والرادو، بعد هنا تقدر تصفحه، والرسائل كل الأشياء موجودة هنا ما شاء الله تبارك الله. صراحة رايق الموتر، دلع. البوصلة هنا بعد على اليسار، درجة الحرارة تقدر تتحكم فيها، الاعدادات هذه تغيرها يمين ويسار. والطبلون هنا عندك 200، واهم شيء شعار الفئة هنا مكتوب فوق. وهذا الار بي ام، وهنا تقدر تتحكم بشاشة المعلومات اللي بالنص مع اوامر صوتية وبلوتوث. وجاية كدركسون، شوف شلون جاي دركسون باللون الاحمر او العنابي، او ما شلون جاي اللون، اللون احمر على شكل مع نحاسي على احمر. شوف الاطار، تصميم مروع، والتطريز هنا جاي باللون الاحمر بعد. دركسون بعيد ومثبت السرعه عندك، وهذا التبديل حق الجير، والجير هنا 8 سرعات مع الدبل الخفيف والثقيل. وهذه الشاشة بحجم 8.4، فيها جي بي اس، وتقدر تتصفحها بالشكل هذا. وهنا يا طول العمر والسلامة تسخين للمراتب، قد شرحت لكم أنا بالتفصيل هذه كل الأشياء الموجودة، تسخين مراتب، تسخين دركسون، وفيها كاميرا خلفية. هذه الكاميرا خلفية دقتها عالية ما شاء الله. وهنا ننزل تحت، يجيك يا طول العمر والسلامة التحكم اللي هو بالشاشة، زايد تسخين المراتب، زايد تسخين الدركسون، وهنا التحكم بالمكيف مستقل للسواق والراكب. وهنا عندنا يا طول العمر والسلامة حق الهيدروليك، والزر فاصل مانع انزلاق، وحق الحساسات، وهذا حق اللي هو حق القلص. وهنا مخارج اليو اس بي الجديدة والقديمة مع مدخل سي دي. وهنا عندك مساحات تخزين
هذا هو حق حامل الكواب، وهنا عندك بعد، وتقدر تدف هذه بعد تطلع لك مساحة تخزين أكبر مع مخرج فيش ثلاثي بقوة 400 واط، وهنا عندك بعد مساحات تخزين. هذا اللي يميز الرام، انه مساحات التخزين بكل مكان ما شاء الله. والتكاية جاية بحجم كبير ما شاء الله تبارك الله، كنا ماركة حقت مجلس. وهنا مساحات تخزين بعد، وهنا بعد مساحات تخزين ما شاء الله تبارك الله. بس لحظة، هذه إذا قدمتها بتصير كذا، شايفين؟ يعني تقدر تركب كل قشك. هذه حق جهة السواق، وهنا عندك يا طول العمر والسلامة درج بعد، وهنا فيه درج، وهنا قفل مركزي. بس بوريكم الحين، هذه حق الإضاءة حق السقف، واللي عندك يا طول العمر حق سقف البانوراما هنا، هذه كلها خاصة بالفتحة. وهذه طبعا تفتح، هذا سقف البانوراما، هنسكره عشان الشمس. والإضاءات هنا، هذه الإضاءات حقات السقف أبيض LED، وهذا اللي يفتح الدريشة اللي وراء اللي هنا. بس هذه أهم الأشياء الموجودة عندك بالسقف. بالنسبة لصوت البوري، وبوريكم الحين الماكينة والنور. وهذه الماكينة بحجم 5.7 بقوة 395 حصان، والعزم 556 نيوتن. الجير 8 سرعات. نزل لكم الهيدروليك وتشوفون الحين وناسي. وهذا النور مع كشافات الضباب اللي تحت الايدي بعد، العالي والواطي كلهم LED. والحين بنزل لكم الهيدروليك، والحين ينزل الهيدروليك، شايفين؟ شوف المستوى حق الهيدروليك، فيه المتوسط والهاي وال النازل اللي هو هذا حين تشوفونه، 3 مستويات. فكرة الهيدروليك مرة زينة للسيارات اللي مثلا احد بيركب شايب ابوك، ولا احد ما يقدر على ما قال عشان الدواسة الجانبية، على ما قال بس تنزل الهيدروليك وينزل، ويصير الركوب وقت الركوب يصير سهل، كبار السن والشيبان طبعا. بس هذا اقل شيء مستوى النزول.